هاي اول صباح مع هيك تصبحت بحماتي. خليلي قلبي انا واهلا وسهلا فيها. والله بتعرفوا جت بوقتها، كنت عم اقول ساوي قهوه ولا ما ساوي، ساوي قهوه ولا ما ساوي، قام اجا مين يشرب معي، شجعني وساويها. صباح الخير عليكم ومن القلب اهديكم، وردة وبسمة حب وتبقى الضحكة حلوة عليكم، نسمة تطل علينا وتذكرنا فيكم، خيوط الشمس بترسم صورة أسامينا وأساميكم. وقبل ما نبلش بالفيديو يا بنات، لا تنسوا تحطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس وخلي لي قلبكم على كلامكم الحلو اللي عم تكتبوا لي اياه. بعد ما شربنا القهوة يا بنات، قالت لي حماتي انه خلص انا بدي اروح على البيت. قلت لها والله ما بتروحي، بدي افطر معك وبعدين اذا بدك روحي. والله فطرت معي الله يعطيها الف عافية، هيك يعني كسبت ثوابي مثل ما بقولوا، لاني تسليت معها. على فكرة اعطيكم ملاحظة، انا اذا ما معي حدا بالبيت او اذا ابن عمي ما اجى على الغدا فانا ما بفطر، يعني ما بقعد باكل. حتى اذا اجى على الغدا ما بسأل على الاكل يعني زيادة، خلاص بقضيها على تفاحة، درقنة، يوسفية، هيك يعني. ما ولا مرة في عمري بتذكر انه عملت هيك فطور وقعدت انه فطرت انا لحالي، لاني ولادي والله يعني انه الف لهم لفات بحس اشبع لهم من انه حط فطور. وقت بحط فطور بينعبطوا، يلا ناكل من هاد، لا من هاد، لا من هاد، بالاخير بيقولوا لنا ماما شبعت. وبعد ما بلم وبخلص ماما لفينا لفات لاني ما شبعنا جوعانين، فمشان هيك انه بلف لهم لفات خلاص انا يعني بعدون انه بقول يلا هلا بعدون باكل، على بعدون وما بعدون وبتروح معي بتسحب. قال في بنات قالوا لي انه كيف انت بتحافظي على حالك؟ يلا انا ابدا اقول لكم انه وزني تقريبا 67، عرفتوا هيك يعني وزني لا لانه كثير ولا لانه قليل، يعني عادي. فمشان هيك انه انا يلا انا من نوعي انه ما بسال على الاكل ولا بسال على الخضره. اكثر شيء انه بحب اشرب سوائل، يعني مثل بحب عصير، قهوه، هدول اكثر شيء بحبه. نص كافيه اذا بتلاحظوا علي كثير بشرب من هدول، بس على فكره هالشيء غلط، انه هالشيء انا بضر حالي. لا انا وقت بروح على الدكتوره بتقلي انت معك فقر دم حاد، لاني احيانا وقت بقوم هيك بسرعه بحس بدوخه فتله هيك معي. فمثل ما قلت لكم اذا ما معي حدا في البيت وحط اكل وقال لي يلا تعي نحط ناكل، فانا بعمري مثل ما قلت لكم انه ما بتذكر انه حطيت سفره وقعدت فطرت لحالي. حتى ابن عمي يعني بيحكم انه بده يجي على الغداء، بقول لي زبطي غدا ها بدي اجي نفطر سوا، يعني بقول له ايه تمام. هلا طلع واذا تغديت معه العشاء ما بحط بتمي ابدا، انا هيك يعني طبيعتي بحسن اكل، هو اذا بدكم ببرك وباكل يعني، بس خلاص انه العشاء ما بدي اتعشى، لاني هو العشاء هو الوحيد اللي بسمنه. والله يا بنات قبضتكم كلوا على الفطور وكلوا خضره ولا تحرموا حالكم من شيء، بس على العشاء حاولوا انه تتجنبوا، يعني كلي تفاحه، كلي عنقود عنب، كلي درقنه، ولا تبركي انه تتعشي. والله بالنسبه للاغراض كلهم طويتهم، بس هاي البلوزه ما خرطت مش طين وضلت متجعلكه مثل ما شفتوها، كثير متجعلكه مع انه كثير حاولت انه مدمدها وقت طويتها بس ضلت متجعلكه. فمشان هيك قلت لحالي انه رح اعمل لها كويه هيك مثل ما بقولوا جزة على السريع ولبسه على المدرسه، بتطلع يعني هيك منظرها احلى وأزبط. على فكرة البنطلون كتير نوعيته كويسة ومتجعلك، بس البلوزة حسيت لكم نوعيتها خفيفة مخففينة، مع أنه سعرها 35 ليرة، يعني شوفوا شوفت بلوزة لا للرسمة لا لشيء سعرها 35 ليرة، حسيت لكم قماشها أنه ضعيف، يعني شلون أنه ما كويس، عرفتوا بهالمعنى أنه قماشها ما كويس، بتجعلك رأسا وبتنبر قوام كمان. حتى ما غسلت على الغسالة، قلت لو وين تنبر أول لبسة غسلت على إيدي كمان. كل ما علقتوا الاغراض كل ما بتضلوا مطويات وكأني مكويات، احسن ما انكم تطوون. هلا هيك طبقت كل الاغراض ولادي، خلصت من هون، هلا راح سكرها. هلا هيك خلصت غرفتي، يعني هيك مثل الروتين، اليوم هيك نهار السبت فراح احاول اخلص كل شيء. هلا ضبطت الغسيل وضبطت كل شيء، بس ضل نساوي الاراضي خالص. وهلا اجيت على المطبخ، وما ادراكم المطبخ، والله العمر بخلص الشغل ما بيخلص. المطبخ بحوسه قبل ما انام وبس فيه برجع بحوسه عن جد. المطبخ انا وياه قصه لا تنتهي.
وبعدين ايش قلت لحالي؟ خليني اسوي المطبخ واخلصه عشان بس يضل علي برا. شفتي اوضه القعده ما فيها شيء وما مخلصه. وهدول الغاز، مثل احكي لكم عن الغاز، الغاز الصراحه جاب لي اياه ابن عمي، ماله جديد مستعمل وكتير كتير، شاد ما قلت لكم انه كان وسخ، فبخيته من هذا البخاخ الاصفر اللي فرجيكم اياه على طول. هلا صح لي انه اوقف له لقطه عشان تشوفوا ترجعوا، لاني في كتير بنات جداد واهلا وسهلا فيهم، والله نوروني وخلي لي قلبهم على دعمهم الحلو وحكياتهم الحلوات. عن جد كتير عم شوف اسماء بنات انه كلياتهم جداد. هذا هو هلا دول المطبقانيات، هلا ما عاد يلزموني، هلا خصوصي وقت العطله ما بيلزموني، فضبيتهم كلياتهم، جريتهم وضبيتهم. وهذا الجيت كمان استعملت للغاز، وكمان كتير يعني فعاليته كويسه، والحلو فيه انه برغي كله. ليفت الغاز رجعت وسويته على البضوي وحطيته على الزيت، قلت كمان خليه انه يستنقع لبين ما اجلي هالجليات. احلى شيء، بتمنى انه هيك تقعدوا معي وقت بسجلكم تسجيل. يا بنات بضل ساعه بسجل وبمسح وبسجل وبمسح، لك انا ليش حكيت غلط؟ يا الله ليش ما طلعت هاي معي الكلمه كمان غلط؟ والله في بنات كتير بقولوا لي انه يعني طولينا الفيديو يا ابي. طب ايش احكي لكم؟ ايش بتحب تتمنى انه انا احكي لكم؟ انه بدكم احكي لكم شو رايي مثلا بالبيت اللي انا قاعده فيه. والله يا بنات الحمد لله رب العالمين، والله يعني في كتير انه بنات كتبوا لي تعليقات عن جد اثرت فيني، يعني مثل الصبيه قالت لي لكعبير الحمد لله رب العالمين، مو انت بصحتك وعافيتك ولادك بصحتهم وعافيتهم وما عندك امراض وما عندك حدا، والله يا اكبر نعمه. هي اول شيء كمان عن جد اثرت فيني وقلت والله مع حق. وفي صبيه تانية كتبت لي لك والله يا عبير البيت انت اللي بتعمليه جنه، والبيت انت اللي بتعمليه نار، وانت اللي بتعمليه خراب، بكره من لمسات من ايديك بتساوي البيت كتير حلو. كمان قنعتني هالصبيه وكتير حبيت تعليقها. وفي صبيه تانية كتبت لي قالت لي هلا هون هدول الصبيات اللي حكوا لي هيك وكثير حبيت تعليقاتهم. تجيني صبيه تقول لي على شو زعلانه؟ الناس ساكنه في المخيمات والناس الساكنه في الشوارع يا اخي ليش انت عم تقيميني في الناس الساكنه في المخيمات والناس الساكنه في الشارع؟ قيميني بالناس الساكنه بالفيلات، بالناس الساكنه بالقصوره، ليش يعني هيك عم تقيميني؟ بس مثل ما قلت لكم في ناس انه بتجي هي على اساس انه بدها تحكي هذا تكحلها يعني، بس هي بتعميه، عرفتوا؟ اي والله ما بدك هالشي، مكبره الوضع انت. والله يعني كل كلمه من الصبايا حكوا لي اياها مثل ما حكيت لكم بالاول، والله انه هيك قلت ايه والله معهم حق، والله عم بيحكوا صح، والله مزبوط هالحكي. بس العلق شو بدي اقول لكم، الواحد كل واحد سبحان الله كل واحد على تربيته، كيف بقدم لك النصيحه وكيف بقدم لك الكلمه انه بدخل لك اياها. ناس بتدخل لك اياها على قلبك مثل العسل، وناس بتدخل لك الكلام على قلبك مثل السم. والحمد لله رب العالمين، لاني جيت قيمت بين اللي بحبوني وبين ما اللي بحبوني. اللي بحبوني تقريبا عدد تعليقاتهم 200، واللي ما بحبوني تقريبا عدد تعليقاتهم 2. فانا خلاص رح رد على اللي بحبوني على العدد الاكبر. احكي لكم كمان قصر معي هون انا عم بجلي، الله لا يرويكم يا بنات. صار جنبي عرس، اول شي فرحت بيني وبينكم، دق وغنى وطبل وعاخر عيار معلي كل مسجله. بلش الساعه 4 تمام في العرس، وعلى دق وخبط ودق وخبط ودق ودق، يا الله الله وكيلكم ما عرفنا يعني شلون بدي اقولكم، وما خلصوا للساعه 10 بالليل هنا عم دقوا. لك راسي شفت حبيتين وجع راس وما كان يطيب راسي، لك ما بقى يسكتوا، ما بتقولي بعمره ما شايفين عرس. قلت له لا جوزي طلع، هلا لو نحن عاملين هيك عرس والله ما بيسكتوا لنا شوفه. بس مو إلون؟ معلش حلو عقلبون، هذا إلون لكم وإنا إيه والله عبالكم. وطول ما بشتغل أنا والدق والغناء، على فكرة كنت عم بحكي معكم طول ما عم بشتغل، عم بدخل بقصة وبطلع بقصة، شو عم يخطر عبالي عم بحكي معكم؟ بس وقت جيت السماعات على التسجيل فهو مو مبين صوتي من الدق والغناء والعرس، ومثل ما عم بحكي لكم يعني مو أشعر صار شغلة عبالكم. وبالنسبة لفي بنات كتير عم تقولي انه عاملين لنا جولة ببيتك، هلا انا رح اعمل جولة انا عم بحوس، عرفتوا؟ يعني رح يبين عليكم البيت كله. بس بدي اخذ رايكم، ايش رايكم؟ هلا انا لغيت فكرة الجاكيت من بالي، مد عربي اذا بتتذكروا، ما حبيت المد عربي ما عجبني. هلا مثلا بجي لعندي بابا ما بحسن يقعد على الدشاك، بتجي لعندي ماما انه ما بتحب تقعد على الدشاك،
تجي مثلا عندي ضيفه لابسه مانطو وكذا، انه ما حلوه تقعد على الدشاك، عرفتوا؟ بقى ديوانه احلى. بس انا شمت لكم غرفه صغيره ما هي كبيره كثير، فعم يخطر على بالي انه جيب زاويه. بقى شو رايكم انه جيب زاويه بتطلع احلى بالبيت وما بتاخذ محل كثير، مو مثل الديوانات اذا ديوانتين وقلطين، صح؟ بتصدق بالله وانا عم بتفرج على الفيديو قلت يولي ايش انا مقضيه الفيديو كله بالمطبخ وانا عم بجري وبحوس وبساوي، والله اكل معي تقريبا المطبخ لحاله. هذا تقريبا بتكون تقولوا ساعتين لبين ما ضبضبته وجليت وسويت الغاز وسويت الارض وسويت هذا ايش اسمه البورسلان، هذا الورق الحنفيه، والله اكل معي تقريبا ساعتين. بس هون ايش شو خلصته على الاخير وعبيت لقناني وعبيت كل شيء ومسحت كمان البراد، بس ما صورت لكم كمان البراد. وهون الغاز مثل ما لكم شايفينه انه وسخ كتير، فانا عم بمسحه على جولات، يعني كل جولة عم بمسحه مسحة كل جولة، اما عم حاول انه اضغط عليه بالسيف عشان ما احوطه. لاحظوا هو كتير مأحوط، بس يلا نعمة. الغاز القديم خبيته، رجعت له تبع الحديدة تبعيته انه يضل على دوار الغاز، ما بتعرفوا بجوز الله يقسم لي انه ارجع اطلع بيت دوار الغاز، لاني هون بعمركم ما تسقوا انه تضلوا ببيت وتطولوا فيه. في بنت قالت لي ان كتير الحيطان تبعات المطبخ انه حلوين بربك ما تغيريهم، والله يا خيت وانا كمان حبيتهم كتير وحبيت لون الخزن كمان بيض. عاولكم يا بنات الابيض بالمطبخ احلى من الغامق والله، يعني بما انه انا تجربتي لقيت الابيض احلى. سمعان سمعان صوت الزلاغيط، يا عيني يا عيني. هلا هي الغرفة نظيفة ما لحقت تتوسخ، بس من الغبرة مثل ما قلت لكم. الله يحكي لكم ما ضل حدا في البرندات الا ما طلعوا. ايه يلا والله حبيت صوركم مقطع من الاغاني، والله العظيم طوش راسي وانا عم بتسمع. هلا عم برجع بعيد الفيديو والله انطوش راسي لاني ما عم نفهم شي عليهم. وهيك يا بنات بكون خلصت حوسه، هيك عملت روتين بسيط بس هيك عشان اعيشكم معي الاجواء، وحبيت كمان ما اطول عليكم. والله حقكم علي يا بنات انه انا عم طول كتير بتنزيل فيديوهات، بس والله عم صور بس ما عم بفضى انه منتجكم الفيديو. ان شاء الله يا رب رح ارجع مثل اول واحسن، بس هيك انتو خليكم عم تدعموني وخليكم معي يا احلى بنات. وهيك يا بنات بكون خلصت المطبخ كلياته، لسه هو بده شوية شغلات وشوية هيك الواحد يشتري له شغلات انه هيك شان الزينة، بس شوي شوي ان شاء الله منصير. هلا هون ابن عمي جاب لي هيك الاغراض. هلا اكتر شي انظلمت فيه انه السوبر ماركت اللي بناخد من عنده اغراض شوي بعيد عني. هلا رح اقول اسماء الصبايا. اول صبية هي ماريا، اهلا وسهلا فيك يا روحي والله انك منورة. والصبية التانية كمان ماريا، كمان اهلا وسهلا فيك يا روحي كمان منورة. والصبية التالتة هي معنا يطلع الاسم مطبخ بشرة، اهلا وسهلا فيكي يا روحي. والصبيه دارين كمان اهلا وسهلا فيكي يا روحي. والصبيه نور كمان اهلا وسهلا فيكي يا روحي. والصبيه يارا كمان اهلا وسهلا فيكي يا روحي، نورتوا كلكم. ايوه يلا اصوري لي هلا خلاص يلا. ايوه ايوه يلا.
شايفين العصادي يا شقد حلوه. في معجونه حابه استعملها من هي، ما بعرف بس كويسه ما كويسه ما بعرف. مع انه هلا اولادي صاروا بالمدرسه فلازم استعمل لهم هذا الشامبو، ما بتعرفوا هيك كلهم هذا فيلة شعره وهذا شعره طويل. كوكولا كوكولا هاي جزر، هاي يعني هاي اطيب عنب لبابا. امسكها منيحة تمام، يلا نفتح يا بابا. انا هيك بكون خلصت كل شيء. والله يعطيني الف عافية. خلص ما ضل شيء، بس ضل شنطاي تشيل عنها. ولا هون إلا ماما كريمة لك. ماما كريمة لك شان تشبع عنب. صحة وانا يلا دعوت. طيب حاجة تاكل هلا ام تشبع، حبيت ان شاء الله نتعشى اول. هذا اطيب عشاء تحت ايدين بنعم. لهون حبايب كن وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كلمات كتير حلوين، لاني والله عم شوف كل التعليقات وهيك بتسلى معكم كتير. فرجوا لي يحيى بالله ما بشهي للأكل. وبحبكم خيرات الله، وتصبحوا على ألف خير. سلامات.